أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج موعد مع الذاكرة. معركة الذاكرة هي تتويج لمعركة الوعي، ومعركة الوعي هي تتويج للاستقلال التام الذي حصلنا على استقلاله السياسي في 5 جويلية 1962، والتي نحتفل في هذا العام بالذكرى 60 لها. الاستقلال التام لا يكون إلا بالتحرر من بقايا الاستعمار، من أذنابه، من أفكاره، من لغته، من ثقافته، وأيضا وتكون النصر أيضا كاملا تاما بالتمكين للهوية، للأصالة، للغة، للدين، لكل مميزات الهوية الوطنية، الكينونة الجزائرية. من هنا يتحقق النصر، من هنا يبدأ الوعي، من هنا نحقق الندية، ولما لا نتجاوز الاستعمار السابق في التنمية، في التطور، في التقدم، وهكذا ستكون الجزائر. ولتمكين معركة الوعي، وفي جزئيتها الأساسية معركة الذاكرة، نلتقي اليوم بأحد رجال الذاكرة، أحد أبطال الذاكرة التاريخية، أحد أبطال الثورة التحريرية، وأعني به الضابط في الولاية التاريخية السادسة خالد جباري. مرحبا بكم أستاذ خالد. شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وشكرا كذلك على الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا. أنا السي خالد جباري كما قلت كان مجاهد في منطقة الأوراس ابتداء، ثم ضابط في الولاية التاريخية السادسة، رافق أبطالها وأساطينها من ابتداء من العقيد سي الحواس، سي محمد شعباني، سي عبد الرحمن عبداوي، وقاد آخرون. ولكن المشاهد بيعرف بيدي صورة متكاملة عن سيرتكم الذاتية، هل ممكن تعطينا ابتداء تاريخ ميلادكم والسيرة النشأة الأولى دراسة إن لكم ذلك؟ مرة أخرى أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وأشكرك أنت على هذه المقدمة الجميلة حقا. والله أنا في الحقيقة من بلدة مدوكال تابعة ولاية باتنا حاليا، ولاية الأوراس طبعا، باتنا حاليا يعتبر ابن الأوراس. نعم. الزيادة تاعي في 1940، ابن محمد وزديرة فاطمة. كان الوالد من اللجنة الأولى اللي تكونت في مدوكال، مكلف بالمالية. اللجنة الأولى تقصد للحركة الوطنية؟ لا أثناء الثورة التحريرية. أنا ما ندخلكش الحركة الوطنية، الحركة الوطنية أنا أقصد يعني الوالد. الوالد يعني مثلا قلت لك كان تاجر كبير ومعروف في الجهة، كان يعتبر من كبار البلاد هذه معروف على كل حال، واتصال الأول بينا بمدوكال. قبل الاتصال ببداية الثورة التحريرية ورجال الأوائل، هل تأثرت درست في درست طبعا المساجد أو في المدارس الرسمية؟ كنت ندرس، كنا نبقى وشوف نوضو بكري على كل حال على صباح الجامع القرآن الكريم، على 8 نلتحقوا بالمدرسة الفرنسية، هي تقول من 6 سنوات حتى 14 سنة. 14 سنة، وكنت من الحمد لله من جماعة اللي لاباس بهم، متفوقين نوعا ما في اللغة الفرنسية بالأخص. كانوا زملاء ثاني تاعو استشهدوا، وبعض اللي بقوا حيين وبعض. نعم. قلت التحق ارتباطكم بالثورة التحريرية بدأ في الأيام الأولى، باعتبار أن مدوكال والأوراس عامة كان هو من أنا فلنقل هو مهد الثورة التحريرية. طبعا فيها الشك هذه الحمد لله، وبحكم الاحتكاك نتاعي مع الوالد في مكان متصل بالثورة، أنا كنت أفكر كيفاش نلتحق بهذه الثورة المباركة، هذا الجهاد وهذا المجاهدين، لخاطر أول ما دخل الجيش التحرير في ليلة الأولى اللي دخلوا المدوكال كانوا تعشوا عندنا في ما تذكر شكون هما الرجال الأوائل هذه في اللي اتصلوا بكم؟ محمد بن أحمد، يقول محمد بن أحمد العور رحمه الله. على كل حال مع الأسف الشديد كانت الموت تاعو شوية تعبانة، لأن أعدم من طرف الجيش التحرير، وأنا كنت حاضر مع الأسف الشديد، لأن محمد بن أحمد العورة من أوائل من مجاهدي أول نوفمبر 54، وشارك في التشويش نوعا ما وكذا، وهكذا أحكام الثورة كانت قاسية، هذه الثورة سلبيتها وإيجابيتها وكذا. قاد
عجبني الحال ياسر انك شفته هكذا. المهم فبجهد كبير محاولات كثيره وكذا، بحكم الوالد يعرف كل الاطارات تاع الثوره، كل ما نروح نلقى الوالد داير لي براج في الاوباه ما نلتحقش يرجعوني. علي بن مسعود هذا مخلوف بن قسيم، هذا مخلوف بن غضاب، هذا مجموعه كبيره، وين نروح يرجعوني حتى نكتب ربي المكتوب. على كل حال كنت انت صغير، كان في عمرك 14 سنه؟ لا التحقت كان في عمري 16 سنه. لا نقضوا في 54. نعم لا بلا ارسل في 56. الوقت اللي طحت مع نايب سي الحواج ذاك الوقت هو اللي هو سي سعيد بن شايب بصعوبه قبلني، قلت له راني ممرض وراني كنت انفيرمي ذاك الوقت ما عرفش حتى ممرض كيفاه وكذا وحنيا بصعوبه. يحكي لي واحد كان معاه خاطر خرجنا معاه، واحد ولد عمي انا توفى ربي يرحمه، واحد اخر قبلونا. حكي لي مع جماعه سي الحواج قالوا راه صغير وكذا ودنا، قالوا بصح واش عنهم هذا اللي راه ما يكون لاباس بيدنا. المهم قبلني والحمد لله وفرحت انا وبعثني للجبهه المساعد ذاك الوقت، جبل المساعد. جبل المساعد ولايه المسيله حاليا يعني؟ ولايه المسيله يعني كانت تابعه الولايه الاولى اوراس يعني؟ طبعا في الاول. نعم. اي طبعا السيد حسين بن عبد الباقي كيدخل حتى المساعد الحق حتى المساعد ورجع. باسم الولايه باسم الاوراس ولا كان نسعد؟ لا باسم الاوراس طبعا. باسم الاوراس لان الحد نتاع هي الطريق اللي تربط بين عين غراب وعين الملح، هذاك الحد الغرب اللي هي كان زيان عاشور رحمه الله واللي منا الاوراس حتى وزيان عاشور هكا مرتبط بالاوراس ولا كان عنده جيش منفصل؟ كان ما نعتبر مع اسم مصطفى مولعيد علاقته جد حسنه مع مصطفى مولعيد وثقوا في بعضهم بعض. وزيان عاشور من الناس المجاهدين المخلصين واللي كون جيوش كبيره واللي كون ابطال كبيره، ولكن مع الاسف هو حينما استشهد في واد خلفون في 56 في نوفمبر خلفون، كانوا الخوانة والمرتدين والمندسين يلعبوا في لعبهم. هذا بلك حلمن ولا جلال، هذا العربي مزيان، العميل مزيان، مش معلم ميساليست اللي كانوا ميساليست ولا انصار باللونيس يعني انصار باللونيس على طول الخط خوانة مجرمين. مات هو على كل حال وبدت الامور تلعب حتى تال صيف 57 وين هبطوا وقتلوا الابطال الكبار اللي محبوش مشوا معاهم وداروا جيوش. ومثالي قال الوحيد اللي يا اخي على بخر معروفه الكلمه، قال الوحيد اللي بقى لي مخلص هو باللونيس. يعني هنا راني نقول لك دليل وان مثالي خاين. انا نقول مثالي خاين خاين. العرب يقولوا شوف ما يحس بالجمره اللي لعفس عليها. حنا عشنا الويلات تاعهم واش كانوا دايرين في الشعب واش كانوا دايرين وفينا حنا، واش ابطال اللي خسرناهم معاهم والمجاهدين الاحرار اللي بقاو الى يومنا. والله الا الى يومنا هذا الى يومنا هذا معوقين. وهل كنتوا كانت في ابتداء قبل كانت اتصالات ولا كانت اتصالات هي شوف قبل ما يرتدوا قبل ما يرتدوا. نعم كانوا اتصالات. شوف نعطي لك حكايه مثلا، رانا هنا كان جانا علي بن مسعود رحمه الله مسؤول الناحيه ذاك الوقت، جانا المساعد، وكان العربي مزيان هذا خاين من الليترون كما يقولوا الليترون تاع زيان عاشور. جانا لواحد البلاصه يقولوا لها البالا في جبل المساعد، دار لنا بريد. مشيت انا مع محمد شنوفي رحمه الله كان الكاتب تاع علي بن مسعود وجوج مجاهدين اخرين، مشيت معاهم كذا. والله ما استقبلنا وقال الجيش تاعو ما تقبلوش، قول لهم يروحوا لارواحهم. هذه قبل كانوا ديجا يوجدوا في رواحهم للاجرام، ما طالش المشوار وارتدوا. ولكن الحمد لله في الاول كانت تتلاقاو في كانوا تلتقيوا في الجبال. كنا نتلاقاو نوعا ما، كنا قبلها كنا مشينا لهم حتى لقينا عبد القادر الاطرش كي كانوا على ديدانهم في اللبه، وبعث لنا المجموعه منهم زين عاشور حتى لصبع ولاد عيفه والصفي وكذا، ورحنا اتصلنا بهم ديناهم البريد وكذا الى اخره. ولكن هذه قبل عين والمان قبل ملوزه يعني. من بعد ملوزه داروا اتفاقيه هما مع فرنسا ولات داروا اتفاقيه مع فرنسا، فرنسا يتمسخروا بهم يعبثوا بهم حاشاك يجيبوا دايرين في عرش النعاس يجيهم يتمسخروا. ذر الضباط تاع فرنسا خارجين من المدارس يبعثوا مع شي بجهنم هذا يا الخاين تاع بلونيس جنرال ويتقامزوا عليه في حوش النعاس وهو يتقتل ويدير. طالون برهان واش 80 شهيد بطل من 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 من, من, من الاطارات تاع زين عاشور، عطالهم بالاسم ولقبها واش دار برن لهم.
يعني ودار امورات كثيره وكثيره. كانت جداً. كانت معارك داميه بين جيش التحرير وبين مجموعات بلونيس، وكان ربما لفته جاتنا الشهيد عبد الرحمن العبداوي، كنا قرينا السيره تاعو. ايه كان شاب، احنا في ذكرى 19 قرب ذكرى 19 ماي ذكرى يوم الطالب، كان هو طالب في معهد بلونيس هو وشعباني. ايه كانوا بادسيين. نعم كانوا بادسيين، كانوا التحقوا بالجبال في 19 ماي بعد اعلان اضراب، وكان من المساعدين ومن في الاداره تاع السي الحواس. نعم كان هذا السي عبد الرحمن عبداوي الملقب بالبوصيري، كان مثقف وكان حتى اشتهر بالبوصيري لانه كان يحب يردد البرده تاع الشاعر المعروف البوصيري. ممكن ويقول باللي استشهد وقع اسير في يد الخوانه. وتم عبد القادر بن دقمان وباه يسمعوا هذوما، يسمعوا الخوانه برك اللي راهم يبروا فيه المجرمين. نقول لهم من هذا المنبر، نقول لهم راكم غالطين يا ايها الخوانه، واديروا والو، راكم غالطين في الحساب. عبد القادر بن دقمان تاعكم مات خاين، مات مجرم، قتلناه في زمره. شوف هو اللي دار لومبيسكات تاع اللبه تاع القويبات هذه، هو اللي لقى القبض على عبد الرحمن. هو نعم هو، لان احنا على في الوقت ومعركه زمره هذه، خلينا من معركه زمره كي داروا احنا الغدوه من هذاك، حذرنا باكثر من 100 رجل بقيه سي محمد شعباني ربي يرحمه. المكان اللي وقعت فيه لقينا عمار طيبي ذا الحسين مساعد، ومحمد صعصاع مجاهد تاع 55 كذلك ثاني شهداء. بقى عنتر هذا هو ما ليش من اللي مات، حضر هو اللي جاب لنا الخبر، رجع حق لينا جويه 3 تاع الصباح ولا 4 تاع الصباح للصفي، قال هاي الحكايه والحكايه. هو اللي هرب من جماعه، هرب منع حمنون من عربي العمر ما حدش. إيه والاخرين استشهدوا، عبد الرحمن حكم مجروح، طلعوه للقويبات. نعم مش عارف وذبحوه بمناسبه ذكرى 19 مارس والذكرى 60 للاستقلال. مش عارف نناشد وزارة المجاهدين تذكروا هذا الشهيد البطل، هذا المثقف، هذا الشاب العملاق ويذكر عبد الرحمن عبداوي المعروف بالبصيري، الذي كان من صغار الشباب اللي التحقوا، وكان ابدى بطولات، وكان حتى وانتهى بمسؤول منطقه في ذاك الوقت. نعم نقيب شكون 25 او 24 سنه، وكان حواس الثقافه. نعم على الاقل يذكروه بتسميه مركز جامعي او معهد او كذا، لانه شبه منسي، وايضا تخليد سيرته بكتابات لانه يستحق ويستحق الكثير. نعم نعم بارك الله فيك. نعود بما يسرق ناس الوقت. نعم. نعود الى اللحظات الاولى لالتحاقك، هل بعد اعلان الولايه السادسه التاريخيه بعد مؤتمر صومام هذه الاولى؟ لخاطر الاولى كانت من بعد. نعم تحلت بعد موت. نعم نعم بعد السي ملاح ولات في الافريل 58، كان قدامها في جونفي 58 تعين سي الحواس. نعم رائد مع جماعه محمد العموري ربي يرحمه الله بالهوشات، وكان سي الحواس تعين رائد بالنسبه للولايه الاولى ولايه الاوراس. نعم افريل 58 تعين في الولايه السادسه على راسها سي الحواس. نعم رحمه الله. لجنه التنسيق والتنفيذ كانت رقاته الى طبعا طبعا رتبه طبعًا رائد طبعًا، ثم عقيد قائد ولايه. قائد ولايه نعم نعم, نعم, نعم انت نعم. كنت اصبحت مهيكلا في الولايه التاريخيه السادسه، من بالضبط واش من الكتيبه كنت فيها؟ انا كنت في الكتيبه، كتيبه 75 الناحيه الاولى، المنطقه الثالثه اوراس الممشى. بعد 58 كنت كاتب ناحيه، كاتب مسؤول كتب الناحيه الاولى من المنطقة الثالثة. شكون اللي كان يقود الناحية في ذاك؟ محمد روينة قنتار رحمه الله. قنتار نعم. ومعه بطل كبير ثاني عبد الحميد خباش. نعم. ومعه محمد السبع. أنت كنت كاتب تاع روينة يعني سكرتيري، ويقول بعض المعلومات تقول لي سمحت اسم اللي بن بيتور شقيق الوزير مصطفى، كان أيضا كاتب مصطفى رحمه الله. ايه كان مع مخلوب بن قسيم هذاك عام. شقيق وزير الأوراس. كان هذاك شقيق خويه. كان كاتب على الملازم العسكري مخلوب بن قسيم. هذا في الاول. نعم. مصطفى بن بيتور رحمه الله. نعم. شاب رائع جدا مثقف. ومن مدينه المنيعه يعني. من المنيعه بالضبط. نعم. شعنبي من شعنبه هو طبعا. نعم. طبعا طبعا. نعم. طبعا. كان مع مخلوب بن قسيم ثم تحول الى قنطار الى روينه. كاتب لا سمين. تحول المنطقه الثانيه الى سي القريسي.
تاع المنطقه الثانيه. نعم. المنطقه الثانيه. نعم. شهيد سي القريشي هذا راجل عظيم ثاني راجل رحمه الله الناس الطيبين اللي التحقوا بنا في 57 الكتيبه الاولى اللي جاتنا تاع عمر دريس. نعم. ايه. نعم. جاونا مساعد وخذنا اشتباكات زينه ومعارك زينه مع بعضاتنا بعض اللي مطارده بلونيس ودرنا من جملتها. شوف نحكي لك واحد الحكايه. في جبال مساعد. ها؟ في جبال مساعد؟ في مساعد ايه. نعم. كانوا هما حكموا لنا واحد العين يقول لها مزارزو. تقصد الفرنسي ولا جماعة بلونيس؟ جماعة بلونيس خوانا. فرنسا من الإجرام تاعها والخبث تاعها خلاتنا نتقاتلوا مع بعضاتنا بعض حتى ال 58 و 59 المعارك اللي درناهم في بوكحيل معهم وطردناهم نهائيا وقيقول قضينا عليهم. تحزبتنا فرنسا معارك درناها مع فرنسا ثاني لا تصور شي ما عندوش. المهم كان مكان كانوا عندنا ضيوف مخلوف بن قسيم كان ملازم عسكري. نعم. احنا رحنا وباه نطردوهم من العين هذه اللي حكموا هنا تاع مزارزو. نعم. يسمع سي القريشي هذايا مسؤول الكتيبه ذاك الوقت كان مساعد. جاء قال مخروب بن قسيم كيفاه ما نشاركوش احنا في الاشتباك هذا وباه نطردو بلونيس وكذا. قال له مخروب بن قسيم يا ودي ما حملناش تعبوكم برك وكذا والى اخره. والله ما برد قلبه حتى راح معانا. دخلنا عليهم الحصتي راحوا هربونا والله خلوا حتى لي باتوغازات تاعهم من تنين حشاك وقشهم وفربياتهم وكذا وراحوا طول قصدوا وجه الشعير الكازينه تاع وجه الشعير. يعني قلت لك من الامور تاع خوانا تاع بلونيس. وكاين تما بعض مجموعات بلونيس كانت انضمت الى الثوره وبعضهم اصبح محايد كما جماعه مفتاح وربما حتى عبد القادر الاطرش بعد ما عبد الله قتل في جماعة في معركة. ما نشوف نقول لك الحقيقة. شوف هل كانت انتصارات مع مفتاح بعد ما انشق مفتاح على... مفتاح كاينة يقال وكانت معركة تاع مناعة اللي قضت عليهم شيء مرعب. هما جاوا باه يتصلوا بعمر دريس رحمه الله. كانت تحركات كبيرة في الناحية تاع مناعة. قال لهم سي عمر يا ودي شوف الأمور ترى ماشي مليحة وروحوا أنتم حكموا المكان الفلاني البلاصة الجبال اللي كانوا فيها. وحنا هنا القدوس صبحت معركة كبيرة وكبيرة جدا. فقضت على ما قضت من الخوانة من جماعة بلونيس بقيادة مفتاح. مفتاح من ذاك الوقت والمعركة دارها سي عمر دريس انتصر على الفرنساويين كما ينبغي الحال على الجيش الجبانة تاع الفرنساويين. اي وهما قضت عليهم فيهم اللي هربوا جاوني انا حتى من بعد جابوا لي بالكواخد ونعترف بهم من جيش مفتاح فوج مفتاح. نضحك انا يا جيش مفتاح بقى حتى الاستقلال بقى ما بانش يعني نقول لك بكل صراحه ما بانش بوفاتح حكمناه وقضينا عليه على كل حال اسرناه في الصفيصيفه هو ما بانش المجرم ولكن المجرم من كل المجرم ما بانش حتى الان خبروه القدوه ما عندناش خبر عليه والله القدوه ما عندناش انا شخصيا يعني في المنظمه ما بختيش المنظمه كنت على كل حال في وزاره المجاهدين قيادي في المنظمه الوطنيه للمجاهدين نعم وانت مدير نادي نادي المجاهد بالعاصمه نعم ولا معلومه على مفتاح مفتاح ما بانش اموراته وخلاص ولكن سي سيرمون القوات تاعو مجموعه تاعو اللي كتبت تصور تايا العربي مزيان هذا الخاين هذايا ثاني ما بانش اموراته كل واحد كيفاش يقول جا للجزائر يقول ما عرفتش شنو يقول ما قتلوه الفدائيين اكسيتيرا اكسيتيرا اختفت اثارهم اختفت اثار ولكن هربوا شوف هربا تاع ناس جبناء امثال حشاك مجرمين اللي تدرق واللي هرب واللي مات وقضينا عليهم القضاء المبرم. وفي هذه الفترة عمر دريس ولا نائب تاع السي الحواس. نعم. هو النائب العسكري وطيب الدغلالي النائب السياسي وشاهد العربي بعرير اتصال الأخبار كان اتصال الأخبار صارت الكارثة في مارس 59 واستشهد في جبل تامري. نعم العقيدين استشهدوا ثم وقيادات كثيرة وعمر دريس توفى أسيرا والعربي بعري استشهد ايضا في المعركه. بقى الطيب الجغلالي وحده وكانت الحكومه المؤقته عيناته طيب الجغلالي. نعم عيناته لا ماشي الحكومه المؤقته بمدين وجماعته اللي عينوه كبعثوه هو هذا يا شوف سامحني نقول لك هذه في مارس 59 لا تاريخ استشهاد هو جانا في اواخر 58 وبغيت تكون على بالك لا تعيينه عقيد يعني قائد للولايه ما تعينش عقيد نقول لك مع الاسف الشديد طيب الجغلالي أنا طيب الجغلالي عرفته مليح وعرفت التواضع نتاعو والاخلاص مانيش عارف على كل حال وهدر معايا وهدرت معاه كما ينبغي الحال لان
مشيت معاه حتى لوراس ودرنا معركه كبيره في الكرمه وتجرح هو منفخضه وعالجته وانا في متليلي وارتاح، يعني نعرفه مليح بالساح وبه تعين كعقيد يعني سامحني. هو كان رائد قائد كان بالنيابة. رائد بالنيابه، رائد بالنيابه وما كانش معانا لخاطر كي جا هو وبعثوا شي الحواش برساله لسي محمد. شي الحواش قال لنا قال ما خصناش احنا الرجال ولا الاطارات حتى يبعثونا احنا من بومدين يبعث لنا من الحدود. ورغم العلاقات الطيبه اللي كانت بين سي محمد وسي الحواس وسي الحواس يعني ما قلت لك سي طيب الجخلاني رحمه الله عرفته مليح ومشيت معه حتى لوراس ودرنا المعركه الكرمه بقيادته قياده سي محمد شعباني. سي محمد شعباني جرح برصاصه خفيه كتفه خرجه هو تبريسك وحفظهم ربي العالمين. قصرنا فيها واشو 30 مجاهد الكتيبه الفرقه اللي بقات تاع سي الحواس كل استشهدت تما ومشينا للأوراس مع بعض يعني وجدنا مشينا تلقيتو في قسيم تلقيتو في 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 كان ميمونة كان رتبة رائد رائد كل هو جاء هو بعد ما بعد ما استشهد سي الحواس. نعم هو كان في الولاية الرابعة. نعم كي سمع جاء 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 المنطقة الثانية هم على بالهم جماعة بالدايم وجاء عندنا يعني كان كمسؤول ولاية ماشي يعني بالنيابة يعني ككوماندون. هل تؤكد أن الحكومة المؤقتة ما نصبتوش الحكومة المؤقتة حتى وكانت واحد الصور تظهر أنه في الحدود يعني انتقل للحدود الشرقية يعني هو صور بهذيك الزي عقيد يعني من هو؟ طيب الجغلالي صورة ربما تكون ماهيش أصلية يعني شوف أنا الشيء اللي نعرفه وعشت مليح مع الأحداث الولاية السادة كنت حاضر في الاستشهاد تاعو وكنت حاضر حتى في الاستشهاد تاع علي بن مسعود تاع علي بن مسعود وبن القاضي. شوف رب العالمين شوف شوف والله إلا حاضر معهم في زوج مع الأسف أنت ربما باقي الشاهد الوحيد لا لا شوف نقول شوف نقول لك كلمة أليمة. سامحني أستاذ سامحني شوف أنا نقول لك كلمة كي نهضر لك هضرة مثلا الحمد لله عندي ثقة في نفسي وما كان حتى واحد اللي جاب تمه فوق الأرض يبلطني في الكلام اللي نقوله أنا صحيح. والخير في يجيب يقابلني ويقول لي هذيك راك غلط فيها ما, لا ما يغلطش إلا ربي صحيح سبحانه. هذه شهادة للتاريخ وشهادة لله, لله. لأنه يعني تكون في الصورة برك. الجزء الثاني من الحوار الهام والشيق مع سي خالد جباري انتهى. نعود بعد لحظات للجزء الثاني. مشاهدينا الأكرم ابقوا معنا فاصل ونواصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم في هذا الجزء الثاني من الحوار الهام الذي يجمعنا بالضابط في الولاية التاريخية السادسة سي خالد جباري في لقائنا من برنامج موعد مع الذاكرة. كنا انتهينا في الجزء الأول من الحوار بالحديث على حادثة أو مأساة استشهاد السي الطيب الجغلالي القائد الولاية بالنيابة كما يقول ضيفنا. ممكن لأنك باعتبارك أنك ربما الشاهد الأخير والموثوق اللي كان قريب جدا من الحادثة تعطينا أسباب الخلاف اللي كان بين طيب الجغلالي وقادة النواحي الأربعة يعني محمد شعباني السي سليم ملك حل محمد القاضي علي بن مسعود وعلي بن مسعود علي بن نوي سعيد بن نوي صحيت نعم. مسؤولين المناطق هذو نعم قاتل المناطق الأربعة مش نقباء سبب الخلاف بينهم وبين القائد الجديد ما كان حتى خلاف في الحقيقة في الأول كان حتى خلاف هو الخلاف في الأول هو بدا بهذه سي الطيب كان عاش معنا وقت قلت لك خسرنا معركة كبيرة في الكرمة معركة مشهورة نعم تحدثت عليها نعم ومتنا أكثر من 30 مجاهد فيها وكان معاه رفيقه في قيادة المعركة محمد شعباني محمد شعباني جرحوا في زوج مع بعضهم ولكن يقال أنه هو حاول أو طالب تغيير قادتنا لا طلب هكذا هي وبعد وش معه كانوا هذا الشيء حقيقي كان بعثهم لتونس يعني مسؤولين المناطق وعين أخرين بعد عين كما محمود باشن شهيد ثاني
مع الاسف الشديد ثاني يعدي ماك الخروق ربي يرحمه ويسع عليه رجل طيب نعرفه هو كان عين قادة جدد كان هذا من ولد سوف البشير بشير رزيق مسؤول المنطقة عين هو عين أربعة مكان الأربعة المقابة هذه حقيقة وهل طلب من الولاية من الحكومة المؤقتة الأمر ولا هو لا هو عنده الفيفار من ناحية بومدين وجماعته ويا خليني نقول لك الحقيقة مع الأسف الشديد وما بقى الناس أنا في عمري 82 سنة نظر كسك المراسم لست بقران شواص هما كي بعثها بومدين ليطا ماجور كي بعثوه الفتير بعثوه وباه يلوث الولاية السادسة ولكن هذه صارت في جويليا ولا جوان 59 وبومدين كان مازال في ذيك الوقت ايضا ماجور كانت مازال متأسج كان مازال محمدي سعيد كانت الكوم لا هو اللي بعثوا بومدين وجمعته بومدين 58 بومدين بدأت في ديسمبر بعد الاجتماع الكبير تاع العقلاء اجتماع طرابلس وتعيين وبومدين وين كان؟ كان في المغرب يعني كان سبحان الله العظيم هي بالك يعني المهم ما بعثوش هو اللي بعثوا لخاطر كي جا بالرخصه تاعو والتعيين تاعو في جيبه كي تلقى بسي الحواس في الناحيه الاولى في الاحمر خدو مدلو الرخصه والتعيين سي الحواس رجل ذكي ياسر في الحقيقه ذكي وصارم وكذا الى اخره ثم فكر قالوا هذه الكارثه يعني هذه المصيبه وعلى هذا عندي ضباط عندي خونا مجاهد عندنا رجالنا وعندنا فلو ليست طويله وعريضه وكذا الى اخره دار له بريال سي محمد وبعثوا قال له تروح تشوف له العائله وتشوف المجاهدين ولايه الرابعه وكذا نعم تاعو كذا مشى ما رجعش مخلوق ربي يرحمه ويسع عليه حتى انا عيطوا الاجل ما رجعش حتى استشهد سي الحواس أو جاب معاه مجموعة من الضباط الإطار جاب معاه طبعاً جاب معاه وكانت هو كانت ما هل هما كانوا عصاو أوامر هذوك الأربعة أم من الأول كانوا اختلفوا مع رفضوا قيادة الولاية؟ رفضوا طبعاً رفضوا كيفاش وقصة بأي حق بأي حق قصة الرسالة اللي يقولوا باللي حب يبعثها الحكم المؤقت ويقولوا سي برقية تعيين تع 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 تعيين جماعة اللي عينهم والجماعة اللي غزلهم الحقيقة صح ما بعثهاش ما لحقتش يعني لا ما لحقتش لا حكمة رجعها سليم اللي متكلف بالترانسميسيون ما رسلهاش عاود تسلمها القاضي سلمها الجماعة وجات سي محمد شعباني في الوقت اللي كنا احنا ديجا فيه مشينا كما قلت لك الأوراس بعد ما درنا المعركة الكبيرة تاع الكرمة اي هما اتفقوا باش ماشي اتفقوا بعد سي علي ربي يرحمه بالمسعود علي بالمسعود علي بالنوي يعني جاء اكتشف ولا ما اكتشفش كما وقع في الولاية الثالثة الأبرية اللي راحت كثير كما وقعت الولاية الرابعة لعقت الولاية الستة سي علي جاب قائمة كبيرة تاع يعني يقولوا قضية الزرق ولا قضية الكومبلو ولا هكذا مع الفرنسيين يعني العملية اللي قامت فرنسا في الولاية الثالثة قودار وجماعته علي بن نوي جاب الكابيتان ليجي الكابيتان سيرجو نعم تسربت له قائمة فيها مجموعة من المجاهدين مجموعة مخلصين ها ولكن الإمارات تاع الأساس تاع المخابرات الفرنسية صعب يعني تعرف يعني جاسي علي ذاك الوقت الجماعة ما لا من درسوا ولا ما درسوش هذه مسألة أخرى القرار اللي كان سي الطيب رحمه الله كان ديجا ماشي الولاية الرابعة رجع هو ماشي رجع كي شك باللي كاين حاجة رجع كاين شك ولا ما شكش مهم كان لحقنا عليه احنا يا ربي يرحمه ويسع انت كنت في المجموعة اللي لحقت الحق نعم كنا ماشي كان خاطر احنا كان كوموندو يمشي معاه سي ذبيح هذا ربي يرحمه واللي باه يقطعوا لاروكات من ايه حد السحاري يقطع هو ديك الساعة الولاية الرابعة مشينا احنا ما بناش احنا مشاشين على كل حال سي محمد شعباني كان شكون اللي كان يقود المجموعه اللي كانت طارت فيها؟ كان شعباني ومحمد بن القاضي هما في زوج وعلي بن مسعود تيان وعلي بن ثلاثة كان معنا ثاني كان سما كي نبغى نلحقوا للطيب ربي يرحمه نعم يلقى الحق سي الطيب في احنا على بالنا ديجا لخاطر كي جانا في واحد البلاصه يقولوا لها كف الطيور وين كاين الماء العين كنا نعمروا سي ذبيع مع سي الطيب وجماعته ومشاو وسليمان الكحل مع سي الطيب جانا سي ذبيع ما نعرف كيفاش قال له سي علي بن مسعود ما تقولش بلي هم جمعهم هنا جماعة سلمان حتى انا تقريبا لحقنا الفجر
الفجر قال ديك الساعه هاي الحكايه وهاي الحكايه وهاي الحكايه. المهم المهم كان هو في مخبأ ولا في منزل؟ من هو؟ طيب وجبه. لا 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 في مخبأ، هو مع الجيش كامل. عرر هل يعني ما كانش كيشتيبه كل مقاومه؟ لا لا ضرب كلك بال كرتوش، ومن بعد حكموه سي الطيب على كل حال. حكموه حي يعني؟ طبعا حي، لاباس صندقوه يعني. واش كيفاش هذه كيفاش هذه كيفاش هذه كيفاش هذه. كان جماعه وجماعه بعد جماعه. شوف انا ماتوا ربي يرحمهم، يقدر يقول عليهم اسمح لي يا ربي، كما طاهر العجال حاضر، كما سعيد عبادو حاضر، وباقيين يزلطوا باللي ماهمش حاضرين من الجبن ولا هذا تاريخ ما نقدرش انا. انا يا جماعه جانا الكوماندو جمال 59 كتيبه بعثنا سي محمد رحمه الله. دير انا في 8 قلت لك في 59 بعد كما قلت لك علي بن مسعود قلت لك في 58. نعم جانا انا عشت معاهم وبقات العلاقه بيني وبين عمر رمضان درك انا وياك. ما باقي محمد برواكيه كان يقودها عبدون وقيل في الاول. وين الكوماندو جمال؟ نعم. لا لا واحد يقولوا له العربي. العربي عبدون حكم مع سي عمر دريس. نعم نعم كان ثاني بالكرابين ومازال حي ويقيم في الشيشان. إيه حاليا يعني. ايه ايه من هذه هما كي شافوا سي الطيب والامورات كذا وداروا معركه معنا في جماعه الرابعه في جباطن، من ثم جبدوا. هو كان حب ينزل لكم. كان بعث لهم سي الحو بعد موت سي الطيب الجغلاري، بعث المنطقه الاولى كل هذيك على الجيش وبايجي. نظموا رواحهم جماعه الجيش، هو محمد ديره نزال حي، كان عبد القادر المدرب، ماتوا الله يبخر. هو هو والمجموعه اللي كانت معاه نظن كانوا 17 معاه الله اعلم. وينه؟ الطيب الجغلالي. فاه كان باش انه المجموعه اللي خلينا هذوك واحد سي محمود. ايه هل تم التنفيذ؟ لا سي محمود كان مع المكتب تاع الولايه. حكم الاعدام هل تنفذوا حكمهم ونفذوا فيهم حكم الاعدام؟ ايه بصح ما كانوش مع بعضاتهم بعض. لموهم ولا كل واحد لا فيه؟ لا كل واحد مات في شك. خالد هذاك ربي يرحمه، محمود باشن ثاني ربي يرحمه، عرفت نعم رجل طيب حميد ريزيرفي ربي يرحمه، حميدو ساكت ما كانش بعض كتاب ذراري. شوف هذه الثوره نقول لك انا، شوف اما اللي يدير شك رغم هذا بصح نقول لك انا قدامك وهاني في قدام في قناه الحياه الشريفه، اللي يدير شك في اخلاص علي بن المسعود وبطولاته والصدق نتاعو والاخلاص نتاعو هو معروف بالبطولات والوفاء والوطنيه والاخلاق زينه. لا لا راه غلط في حسابه، هذه احكام الصلاه. راه غلط غلط غلط. ولو ما تشوف انا رحت معاه، رحت معاه انا كاطارات زعما معاه مع بالقاضي. يعني يعني علي بن مسعود هو اللي نفذ عمليه الاعدام يعني مجموعه؟ ما لا لا مشاركين معاه سي محمد شعباني، مشارك معاه بالقاضي سيمان، مشارك مسؤول المناطق كلهم الربعة. كانوا للربعه كانوا مع بعضاتهم. يعني استنطقوه وجلسوا معاه وكذا ثم قتلوه ربي يرحمه. وهذه ثوره ربما للاسف الشديد، وربي يرحمه سي الطيب معتبر شهيد وراه في جنه الفردوس يتنعم، ونعرفوا جماعته مخلصين كما عمر رمضاني، محمد برواقيه، الخضر بورقعه، هو سي كان محمد عرفناه. هو هو كانوا شباب، ربما كانوا كلهم شباب تقريبا. انا استغرب ربما كان مجموعه من الكبار الحكماء مثلا مرحوم طاهر العجال رجل كبير في السن وزيتوني نظن تخرج من زيتونه وكان مثقف هكذا، مانيش عارف هو صحي ما قدروش ما كانوش ياثروا في يدعوا الاتزان والهدوء ولا كانوا كتاب ما عندهمش ما يقدروا يتكلموا ما عندهمش كلمه كبيره. لا 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 ولكن في نفس الوقت يعطيك الصحة قاسم رزيق رجل عظيم. شوف جانا سي علي كافي كي كان حكم لنا 18 شهر هذه كمسؤول، جانا البسكرة وكان ابنه معايا قاسم رزيق. نعم شهيد قاسم رزيق كان مع هذايا قاسم رزيق بكى علي بن سي كافي ربي يرحمه ويسعه والله الا بكى. قاسم رزيق يتكلم قال هذا ماهوش لازم واحد كي كان مع بالقاسم مع باشن. نعم مع محمود، مع محمود باشن. محمود كان معاهم وهذا كان في مكتب الولايه. قاسم رزيق محمود باشن هو من مدينه المديه وكان من عائله حافظه القران، والد وجده وقيل 14 15 شهيد. نعم كانت علاقه بيننا وبينهم نسبانيه، بنتهم عندنا ولد عمي شقيقي مات ربي يعني. نعم. مباشره عرفت انا في الجبل ما عرفتش في مباشره بعد
بعد العملية صرت انقلبت الدنيا على الولاية السادسة، سواء الحكومة المؤقتة، الولاية الرابعة، حلونا، حلوا الولاية الستة كامل، حلوا الولاية وضموا، حلوا هذه اللي قلت لك أنا ليطا ماجور، حلوا الولاية الستة اللي كانوا يدوروا عليها، ولكن ربي ما لحقهمش، حلوها قانونيا، خلاوا المنطقة الثانية تابعة الولاية شوف حنا المنطقة الرابعة الولاية الأولى، والمنطقة الثالثة الولاية الرابعة، والمنطقة الثانية الولاية الخامسة، والمنطقة الأولى حلوها وداوها انتهت الأمور، رجعوا كتلوا علي بن مسعود، مات علي بن مسعود ورجعت لهم أخرى، هي كانت منطقة خامسة. ربما مش عارف كثير أيضا، أنت تحدثت على الحادثة الأليمة لاغتيال أليمة وأليمة جدا شهيدة طيب الغلالي، وربما احنا للتاريخ وليس للإعادة، لا ما يهمش فقط، احنا بالنسبة لي أنا طيب الغلالي من شهيد ومجاهد وانتهت الامور. نعم، والسبر علي بن مسعود مجاهد وشهيد، علي بن مسعود رحمه الله وقع قائد بطل يعني من اوائل الكبار وعسكري ومعروف بالشجاعه تاعو يعني، وربما هذه في كل الثورات فيها ربما عندك شك في هذه، حكم الثورات لا يقاس بحكم السلم، ما عندك شك في هذه. علي بن مسعود ومحمد القاضي القت عليهم الولايه الرابعه القبض، مشينا لانه مباشره بعدها كانت الولاية الرابعة طلبت محاكمة قتلت وبالتالي الزغلالي، وكانوا لقاوا القبض على الاثنين هذو على القائدين، رحنا اليوم محمد انت كنت مع المجموعة؟ سبحان الله، ويقولوا بلي عبد القادر المدرب المرحوم كان حاضر، كان هو محمد اوزي الحي ديرة كان حاضر، يشكر كانوا حاضر، كيف صاروا هما بعضاتهم؟ شوف مع الاسف الشديد كلي رانا رجعين وما نعرفش بها نضربهم، يجيك الحاجة اللي نسى. شوف كنا احنا في واحد الدويرات هما يديروا الريفيش الولايه الرابعه، حتى الديره من ظهرها جيت الجبال تاع برج قبالو من غرب بين ديره، كنا ثم كان لقينا صالح ربي يرحمه زعمهم، صالح زعمهم نعم، محمد القبطن هذوك الخضر كذا خضر والشمع بونعامه، كان البرواقيه يقول الخضر برقعه يقول لي ما كانش كان بونعامه، كان الكابيتان هذاك عبد اللطيف حليم، عبد اللطيف حليم صحيت هذوك كل لقيناهم مجموعة بعضاتهم، كنا قاعدين انايا مدخر مع علي بن مسعود وبالقاضي في واحد هذه بعد احنا رحنا في فرقه لا قلت لك كيفاه قبضوهم، يجي يروح بالقاضي انا والله غدتني عيني، كنت نتكسل ومتوسل الكرتوشير تاعي كان عندي ما تكرر نتكسل، مانيش عارف داتني عيني بالقضية راح مشى وحده زمان، بعث ورقة لعلي بن مسعود، هو انا صالح وهنا فلان وفلان، نض علي بن مسعود فرحان ما تقدرش تصور، لخاطر هو تهمش بعد موت الشقلالي وكذا، تهمشوا جماعتنا وقت كبير، تهمش نهائيا يعني، لاموه على العمليه، لاموه على التصرفات نوعا ما، قالوا له تصرفت يعني، تصرفات علي بن مسعود باخلاص وبصدق ما دارش يعني، جاتو راح فرحان والله ودمهم راه يجيني ما نعرف وين، قايجا نايض بحزم كانت عنده ما سيكونتنا في جديده ماشي، كان الكونتنا في سيكونت راه عندنا تحزم عليها وكذا، وقال لي نوض خالد معايا، نضت انايا ثاني تذكر، ومن بعد قال لي بالقضيه راح وحده وانا يديك معايا، جماعه كانوا مسيركليننا بقوه كبيره، انتم كنتوا طاقم الحراسه؟ كانوا مطوقيننا الفوق يعرفوا من جهه بالله، المهم دخل علي بن مسعود لوين القياده تاعهم وهما جاوا هاجمين علينا، ما ضربوناش حكمونا على كل حال، زوج افواج الفوج تاعنا احنا ما خليناهمش يقدموا لينا وما ضربوناش، وما لحقكم السلام، انا الاخر لا رينا الجماعه الاخرين نحاولوا السلام، خليني من لا 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 لا, لا. انا الاخر ما امنتش بهذيك، خاطر كانوا معانا الفوج تاعنا كان بالربح الطويري ذا الكاردكور البرادروان تاع علي بن مسعود يعيطوا له يعرفوه أبالربح ما ضربوناش، أنا بقيت الأخر ما بينيش وبينهم 50 متر فقط محل القاضي و علي بن مسعود، وحكمونا الأفواج ثاني زوج هذوك، من بعد قالوا لهم تقعدوا ولا تروحوا، بعد شهر واقيلا ولا جاونا رجعوا لينا. حادثة أليمة أيضا، وتم محاكمة الاثنين في الولاية مقر القيادة الولاية الرابعة، قال لي علي بن مسعود يقال وأن بالقسم بن هني ضربوه وعذبوه ولا ما نعرفوا شي ربي، راهم في جنة عند ربكم تختصمون، أما بالقضي بقى يحكي لي الخضر بورق عاقه، قال لي بقى عندي زارمي على كل حال، قال لي وقلت لبنعامة
يا ودي هذا الشاب صغير ومثقف، قال لي يقتل الخبيث ما كان والو. هو ثاني خرج الزيتون وقيل محمد. اي طبعا ثقف ومتعلم رجل فاضل. نعم. انا كنت معاه على طول. نعم، حادثه اليمه اخرى ايضا في الولايه التاريخيه. بعدها الحكومه المؤقته رفعت او حلونا بعد حلت الولايه السادسه. كيفاش بقت تسير الامور؟ بقت تسير. يقول يقال انه كاين مجلس النقباء بحكم الثقه اللي كانت والانضباط والاخوه نتاع الولايه السادسه بصفه عامه. بقات قال لهم حلوا روحكم ما تحلوش هنا، احنا ملي حلنا مازال ما خلقش فوق الارض، مازال ما خلقش اللي يحل الولايه السادسه. فهمتني؟ وبقات منسجمه، بقات زادت بقات معارك الكمال وكذا ما درناهمش في الحساب. خلاص قطعوا علينا السلاح، قطعوا علينا الفمونه، قطعوا علينا الصوارد، قطعوا علينا، ولكن بدون جدوى. هاد قريب ولا حسوا بالاستقلال ولا يجروا. الحكومه المؤقته من شك ديروا مجلس ولايه، لي طماجور جماعة بومدين من شك ديروا مجلس ولايه، ومن هو اللي يجي يفيدوا الولايه. بقينا مشينا معاهم ومشينا مع لي طماجور مع بن بله، ولاو خدعونا وخانونا وقتلوا سي محمد شعباني ظلم وعدوان ورخص. الشعباني قبيل يعني من بعد دار اتفاق كما قلت اتفاقيات مع الحكومه مع قياده الاركان، واعادوا الولايه السادسه ووشحوه برتبه عقيد يعني ربما قبل الاستقلال يعني. كان منسق هو بعد العمليه، بعد داروه منسق للنقباء النقباء المناطق. نعم داروه منسق، كان منسق يعني وبقى ينسق مسؤول ولايه ثقه نتاع الجيش التحرير تاع الولايه السادسه بالمناطق كل ثقه نتاع سي محمد شعباني. نعم. وبقى يسير سي محمد شعباني وهو اللي قاد المعركه نتاع نهارين وليلتين تاع بوكحيل تاع الجريبيع. نعم. ولا بوكحيل كان استعمل فيها النقاط، وقاد المعركه نتاع العلق، وقاد المعركه نتاع الصفرة، قاد المعركة نتاع الزعفرانية. نعم. قاد كانوا مسمينه من جملة الكولونيل. يا ربي خدتنا الذاكرة كبرنا مع الأسف الشديد. كولونيل من الكولونيل تاع فرنسا. وش طلب من قيل في بسكرة إيه طلب، قال لهم ما عندي أنا ما نحتاج حتى، كي بعث لهم سي محمد شعباني وجاو خارجين، حاصرناهم وجاو خارجين. نعم. بعث لهم سي محمد شعباني مع الاسف الشديد، مات ثاني الحسين ساسي مازالت مرته تكون على بالها. قال له روح قول له كش ما يحتاجوا ديروا خرجوا نعطوهم. قال له ما نحتاج، فرنسا ما تحتاج والو. قال له نحتاج حاجه واحده، هي ناخذ صوره معاك لاني نعرف خصايلك في بوكحيل. هذه شهادة بسيطة بسيطة جدا. اتصال العقيدة الطيب محمد شعباني القباطة يعني. وبعد الاستقلال تحالفت الولايات السادسة مع الحكومة مع قيادة الأركان. مع ليطا ماجور ودخلوا العاصمة. نعم هي قيادة الأركان. احنا اللي دخلناهم. جاونا البومدين وجماعته. هل أنت شاركت في الاقتحام يعني تاع يا أخي من الأول؟ أنا مشيت أنا، مشينا من بوسعادة سبحان الله، الجلفة ودخلنا على عين والسارة وقصر البخاري. صارت اشتباكة حقيقة. اشتباك 6 مجاهدين في 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 الترو هذاك نتاع هاو كاين الترو نتاع جيل قصر البخاري هنا. نعم نعم. الهيه قصر البخاري. نتاع التران. نعم. هذاك الجبل هذوك كان انفاق تاع محطة القطارات. ستة شهداء. صارت اشتباكات ومن بعد صارت اتفاق ودخلتوا العاصمة. والله ستة شهداء يعني تشوف. كانت التاريخ فيه ما فيه. إيه يعني إيه. بعدها اصبح جانا الخضر بورقعة ثاني في برازة، جاني محمد برواقية. قالوا شعباني احنا داخلين للجزائر. ماناش الجزائر تاع الجامعة، رانا داخلين ليها. ولكن غلط شعباني قبل ما يموت، قال الحاجة اللي نتأسف بها ونندم عليها هي الموقف نتاعي مع الخداعين المنافقين مع بالله وجماعته. تحالفوا مع قيادة الأركان و تحالفنا مع ودخول إلى العاصمة. نعم بدون مقابل من على الشيطان المنعوذ. يعني كانت ربما كانت حسنية هذه. لا حسنية ربما اندفاع الشباب. جانب بالله خدعنا احنا، ربما تشبه قضية. لا جانب بالله خدعنا احنا. بن بله هو اللي خدع شعباني مسكين. شعباني على بالك كان فقط. كاين بعد الاستقلال وبعد سنين من الاعصار صار شنآن او خلاف بين قياده الولايه السادسه تاريخيه من على راس شعباني مع قياده جديده بن بله بومدين. وبعد يقال انه من جديد بعد الخلاف انه سي شعباني وقياده الولايه عاودوا طلعوا للجبل. هل طلعنا للجبل؟ ولكن شوف، هل طلعتوا للجبل وحبيتوا ديروا عنده ثوره ولا لازمنا نقولوا الحقيقه؟ احنا غلطه درناها ما في حتى جدال، غلطه نتاعنا نتاع الجبل، تمرد الجيش تمردنا ما في حتى. طلعنا للجبل لان هما اللي بداونا، حاصرونا هما في كلش. قلت لك
حصلنا في المونة عدو ما يبعثناش، حصلنا في اللباس عدو ما يبعثناش، حصلنا في التخلص تاع الجيش عدو ما يبعثناش، حصلنا جماعة بمدين حصار ما عنده تنفجر، ولكن هما يدزوا فينا للعملية. انتقلنا طلعنا دفعتكم بطريق مباشر للتمرد يعني؟ ايه دزونا حتى نتمردنا وقضوا علينا صح عليهم. وحتى كي تمردتوا كان كاين اشتباكات ولا ما؟ ما واش محمد شوف ربي وحده اللي يعلم، انا طرحت السؤال على سي محمد شعبان هذه في 64 64 في 64 في مساعد خاطر الشعباني كان الوحدة تاعنا طلع معنا لبوسعادة الوحدة تاعنا، قلت له سي محمد درك مستقبل كيف مستقبل هذا الجيش؟ تسليحنا تموينا الشعب، قلت له ماهوش تاع بكري الشعب راه كل ماهوش قبل هذه التصرفات اكل، والجيش عادي يرمدونا من جماعه اللي داروا روحهم مجاهدين. قالوا قال لي ما واش احنا طلعنا شبه نضربوا بعضاتنا بعض ولا نقتل مستحيل. قال له سي الحسين ساسي سي محمد شعباني صدق حسين ساسي معروف رحمه الله، قال له سي محمد شعباني احنا الشيء اللي طلعنا عليه هو الجيش، الجيش حشك وحشك قدرك هو بلنا في يدينا، راني جيش بري راني مستعد وباه نروح نتصل بن بالله. قال له شعباني سي با لو مومون انكور، واذا به قلت له انا كي عادوا رايحين راحوا زعما يديروا المناشير ويديروا الخرطي، قلت له يا سي محمد راه الشعب راه ماهوش تاع بكري انا علاش تبقى في الجبل وفي الغابه، راحوا وقع. نعم وانت هل تعرضت للسجن بعد؟ ايه يا اخي يا وي انت ثاني تعرضت للسنين شيني الخوان اللي بلوات هذوك تاع حماداش مات ياكل فيه الكونسير من رقبته داير في المجاهدين يعني ميليشيا اللي اسسها احمد بن بلال كان العربي العربي شوف العربي الميلي اي احمد حسين ضبط تاع جيش التحرير الزعماء وكذا كنا ودون الخوانه هذوك يجوا من لي دروك رحمه الله الجميع وهذه هي الثوره التحريريه والتداعيه تاعها كانت فيها الام كانت فيها امال وفي كل حالة انتصرت عسكريا انتصرت سياسيا وما زالت نسبه قليله تتحرر الجزائر ثقافيه فكريا كان الشرف وما شاركنا فيها وما حكمنا ما تأثرنا ما خرجنا للخارج فقط سؤال 56-62 مباشرة في جبل في أحمر خدو جنوب بوكحيل في بوكحيل في مساعد في الميمونة في النسنف وما يشبه عشنا فيهم ودرنا فيهم معارك وخلينا دمنا ولحمنا ثمنا وخلينا الشهداء نتاعنا ثم ورأسنا مرفوعة واللي حبي حسبنا يتفضل إن شاء الله ونتمنى قريبا نشوفوا مذكراتك أكيد تكون هامة ومثيرة سي خالد جباري شكرا لك سي خالد جباري القيادي في المنظمة الوطنية للمجاهدين والإطار السابق في وزارة المجاهدين والضابط أهم من ذلك الضابط في الولاية التاريخية السادسة رفيق القادة الكبار العظام سي شعباني وسي الحواس وغيرهم. مشاهدينا الأكرم شكرا لكم وإلى حلقة جديدة قريبا من برنامج موعد مع الذاكرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.